السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مروة، أهلا بكم في فيديو جديد. إلا سولتك كتحلمي تحقق الأحلام ديالك؟ أكيد غتجاوبني بنعم، ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه هو أشنو درتي باش تحقق هاد الأحلام؟ واش بحثتي؟ سولتي؟ حاولتي؟ جربتي شي حاجة؟ قبل ما نجاوب على هاد الأسئلة كاملين، أدعوكم للاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد وحصريات قناتنا. باش نعطيو الأمثلة، عندنا الناس مسجلين معنا في شركة ديال أوريفلام، كتدخل شهر ولا شهرين كدوز، يلا كدوز كوموند الأولى ولا الثانية، كتقول لك هو ما ربحت والو، وانا ما كنعرفش لهاد الشيء، وما عنديش الزهر انا في هاد الشيء، ما عنديش الزهر مع الناس. لا، ماشي ما عندكش الزهر، انت اصلا ما تقبلتيش ديك الفكره، ما بغيتيش تخليها لراسك. راه خطوه بخطوه باش كيوصلوا الناس، ماشي غادي نجي اليوم وغادي نربح غدا. راه هادي ما كايناش حتى في شي مشروع كيما بغا يكون، باش نكونوا واضحين. والله العظيم الا غير البارح مول الحانوت في الحي ديالنا، يلا حل هادي ما كملت شهر، ما كملش شهر، مشيت عندو البارح نجيب عندو شي حاجه، سولت قلت لي كي داير القضيه وهادي وهادي، قال لي ودي والله ما بان ليا والو في هادشي، ربما كنربح والو في هادشي، ما كندخلو غير حالين وصافي. قلت لي ويلا بديتي ما كملت شهر، انت حط هنا 2 مليون 3 مليون 4 مليون ديال السلعه اللي حاط هنايا ولا اكثر، وبغيت يبان لك الربح في النهار الاول والثاني. قلت لي خاصك تصبر حتى تكتسب الكليان وتكسب الثقه ديالهم، ويلقاو عندك داكشي كامل اللي بغاو. ديك الساعه دور واحد عام ونص عاد قول راه ما كنربح والو، 3 سنين 4 سنين عاد قول ما كنربح والو، وانت حل البارح وبغيتي اليوم تربح؟ راه ما يمكنش باش نكون عاوتاني واقعي. نرجع للموضوع ديالنا، الطريقه باش غتخدم شركة ديال اوريفلام، طريقة سهلة، ما غتحرك ما غتخرج ما غدير حتى حاجة، طريقة سهلة. ياك دخل فيسبوك، ياك عندك واتساب، ياك نهار كامل وانت في الفيسبوك، داخلة من هاد الجروب خارجة من هاد الجروب، شفت هاد التعليق جاوبت هادي قلت لها هادي، انا داكشي كامل ما عندي ما ندير به. غتقول لي سلام صافا اليوم، وتقولها لي غدوت انا صافا ولكن صافا مع الفلوس. والواتساب ما تصيفطيش ليا الأدعية والقرآن وهاد الفيديوهات، وشفتي هادي ولا شوفي هادي والله حقيقة قرار الشارج وهادي تربحي الطوموبيل، داكشي كامل غا كيدوب، وما عندي ما ندير به أصلا، عمر لي غا التليفون. أنا غادي نستغل هاد الواتساب وهاد الفيسبوك، غادي نستغلهم لصالحي، وغادي نوريكم الطريقة. كاينين الناس في أوريفلام داخلين مع أوريفلام عيالات كبار، ما عارفة لا واتساب لا فيسبوك، ما عارفاهمش، وكتوشي 3 مليون و 4، وكاين اللي كتوشي 10 و12 مليون. هادشي راه حقيقه اللي قالت لا انت حتى تجي الشركه ديال اوريفلام نوريها لابرونش فيما بغات في المغرب، وتمشي وتسول اللي كاينه في كازا، وبغات تجي تسول مرحبا احنا نمشيو معاها للشركه وتشوف بعيني هادشي اللي كنقول. انا ماشي كنحتقر دوك الناس ولا لا، بالعكس، عيالات احرار، نساء احرار، هادوك خدامين ووصلوا، وباش وصلوا بالافكار ديالهم وبالقناعات ديالهم، بغاو واحد الحاجه يديروها، وعندهم الطوموبيلات ديالهم، عندهم ديورهم، عندهم محلاتهم، عندهم بزاف ديال الحوايج. فين خرجوهم؟ منين خرجوهم؟ خرجوهم من اوريفلام، من دوك الفلوس اللي كيتوشيو شهريا من اوريفلام. حقا غتجي شي وحده غتقول لي وراك تاخذ على دار الاخرين، وتانتي انتي خدمي وخدي على ظهرنا ولا على ظهر وحدين اخرين، ردني غدا هكا، خدمي انتي، تحركي انتي وديري، وانتي عندك بزاف ديال الحوايج، عندك واتساب وفيسبوك احسن وسيله باش توصلي لداكشي اللي بغيتي، بركي غا في الدار. راه الانترنت مسهل علينا كلشي، مسهل علينا كلشي. شتي تا من ديك لا كوموند ديال اوريفلام باش ديبلاسي تا لامرونش باش تمشي تجيبيها وتخسري الطاكس وتخسري وقتك، ولا تخلي وليداتك في الدار ولا راجلك ولا ما تخليهمش، هما غادي يجيبوها لك تا للدار. راه مسهلين كلشي، غير اللي ما باغيش يتحرك غادي يجيبوها لك تا للدار، سواء كنت اي مدينه اخرى في المغرب كيصيفطوها لك تا للدار. الامانه راه مسهله كلشي. وباش نخدمو
الموضوع ديالنا ديال هاد ديال اليوم، خاصنا نقتنعوا بشي حاجه بغينا نديروها. هذه الاولى، بغيت ندخل شركه ديال اوريفلام، خاصني نقتنع بها، خاصني نقتنع بها ندخلها لراسي بعدا باللي راه بغيتها، وخاصني نصبر، وخاص ناخذ هذا التحدي، نشوف الناس اخرين اللي واصلين وباش حسن مني هذوك الناس بوالو، ها هما ندخلوا وصبروا وختموا قبل ما تكون كاع على الانترنت اللي مسهل هادشي كيما قلنا. راه هما وصلوا، باش وصلوا هما راه خرجوا للشارع، كيتلقاو الناس في الشارع، كتهز كاتالوج وكتلقى الناس وكتقول لهم واش بغيتي تسجلي معايا، وكتعطيهم كاتالوج وتسجلوهم ويمشيو بحالتهم، يقدر يتشدوا ليها يقدر ما يتسدوش ليها. حنا لا، حنا كتلقاي معاها في الفيسبوك، عوض نهضر معاك عوض نهضر معاك نهار كامل في الفيسبوك، ونقترح عليك الفكره، نقترح على انا ندير واحد القضيه، نقترح على 10 الناس في النهار مثلا، يعني تشد لي غير واحد فيهم راه مخير راه مزيانه مثلا. كاينين لي جروبات، كاين لي جروبات فيها 17000، كاين لي جروبات فيها 180000، كاين لي جروبات فيها مليون ديال الواحد، يتشد لي منهم غير جوج غير جوج. نبدا بعائلتي مثلا، نبدا باصدقاء ديالي، نبدا بالناس اللي كنعرف، ونخدم ونعطي شويه الصبر ونعطي شويه الاهميه. واللي بغى تسجل مرحبا بها فيما كانت في المغرب، غادي نخلي لكم اللين ديال التسجيل في اسفل الفيديو، تكليكوا عليها تعمر دوك المعلومات، وحنا غادي نعيطوا لك وغادي نشرحوا لك اكثر، وغادي نصيفطوا لك الكتالوج حتى لعندك. اللي بغات مزيد من المعلومات راه نخلي لكم الواتساب ديالي والواتساب ديال المديره اللي فوق مني، غادي نخليها لكم في تحت الفيديو. اللي بغات مزيد من المعلومات، مزيد من الشروحات، وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي.